متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. تعتبر السيارات من أكبر قطاعات الصناعات في العالم، فتحقق سنوياً عائدات تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار. ولكن هل كنت تعلم أن هناك 3 دول عربية تساهم في هذه الصناعة؟ هذا ما سنعرفك عليه اليوم. في المقدمة نجد دولة المغرب، والتي لديها مصانع لعلامات رينو وبيجو، إضافة إلى BYD الصينية، وتعدى إنتاجها 400,000 سيارة في عام 2018 بحسب تقرير للمنظمة العالمية لمصنعي السيارات. في المرتبة الثانية نجد جمهورية مصر العربية، والتي تنتج سيارات لعلامات عديدة منها مرسيدس وBMW ونيسان، وتخطى إنتاجها السنوي 70,000 سيارة في عام 2018. وأخيراً نجد تونس، والتي تصنع سيارات تابعة لعلامة إيسوزو، كما لديها صانع محلي باسم والسكار، ووصل إنتاجها السنوي إلى 2,000 سيارة في عام 2018. يذكر أنه بهدف تحقيق رؤية 2030، فمن المتوقع انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه الصناعة قريباً، حيث يتم العمل حالياً على إنشاء مدينة لتصنيع السيارات، كما يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركة السيارات الكهربائية الناشئة لوسيد. لمزيد من التقارير والأخبار، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.